دكتور، احنا اول ما بنقول الاستجماتيزم، يعني انا كنت فاكره ان الاستجماتيزم كتعريف بسيط ليا انا فهمته انه حاجه او درجه او هو قصر النظر. يعني لما حد يقول له هو عنده استجماتيزم معناه ان هو عنده ضعف في الرؤيه. فانا عايز اعرف من حضرتك بالظبط التعريف المظبوط للاستجماتيزم. هو طبعا سؤال مهم جدا، لان كثير من المرضى لما بيسمعوا الكلمه بيحسوا بانزعاج شديد، وخصوصا لو عنده طفل من الاطفال. بحس الاب والام عنده استعداد قوي يسمع قصر نظر، عنده استعداد قوي يسمع طول نظر. اول ما تيجي كلمه استجماتيزم يشعر بشعور ان ابنه عنده حاجه صعبه. هي طبعا الكلمه طويله، وهي مشتقه من اللغه اللاتينيه في كلمتين، استجما يعني ايه لا نقطه، تمام، وتزم يعني الحاله. استجماتيزم يبقى حاله عدم تكون نقطه واحده. نقطه واحده لايه؟ نقطه واحده للصوره. يعني انا عندي اي صوره احنا بنشوفها بتبقى عباره عن ديجيتس، يعني بيكسلات، زي الموبايل، شاشه الموبايل زي شاشه الكمبيوتر. الصوره بتتكون من مربعات صغيره قوي اللي احنا بنسميها باللغه الكمبيوتر بيكسلز، او بنسميها باللغه الرقميه ديجيتس، مش كده؟ المربعات الصغيره دي كل مربع منها مطلوب ان هو لما يقع على الشبكيه يقع كمان في صوره مربع هو كمان. المربعات الصغيره دي لما تكون على الشبكيه صوره كامله اشوف انا الصوره واضحه. لكن لو كل مربع او كل بيكسل او كل ديجيت من دول وقع على الشبكيه بقى فارش على اللي حواليه، بقيت انا شايف صوره وحشه، كل تفاصيلها داخله في بعضها. زي مثلا ايه؟ لما اشوف صوره انسان وجنبه شجره مثلا وجنبه بحر، هلاقي صوره البحر عايمه ما هياش واضحه، مزغلله، صوره الشجره فرشه قوي، صوره البني ادم كمان فرشه، ما بقتش عارف التفاصيل من بعضها. ده بيحصل في حاله قصر النظر وطول النظر، لان كل ديجيت من دول او كل مربع من دول بتتكون له صوره يا اما ورا الشبكيه يا اما قدام الشبكيه. تمام. في حاله الاستجماتيزم المربع ما بيتكونش مربع، المربع الصغير قوي اللي من الصوره ده ما بيتكونش مربع، ما بيتجمعش في نقطه واحده، بيتجمع يا اما بالطول يا اما بالعرض يا اما شكل يعني مختلف، فبيديني هنا تشوه للصوره اعلى شويه. هو ده الاستجماتيزم.